يقول مثلا هل تثبتون المكان لله؟ نقول هذه الكلمة كلمة مكان لم يرد في كتاب السنة إثبات هذه الكلمة ولا نفي عن الله. ونسأل عن المعنى، ماذا تريد بالمكان؟ قال نريد بالمكان إثبات العلو لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به. نقول هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، لكن لا تذكر كلمة مكان، واذكر ما جاء في الكتاب والسنة من استواء وعلو وفوقية، صحيح؟ وإذا أرادوا، نقول إذا أرادوا بالمكان أن الجهات وأن المخلوقات تحيط بالخالق، نقول هذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق، مفهوم؟ إذا ما لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه، لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى، ونقول نرجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة كما ذكر المؤلف، قال وأولى منه ويغني عنه أن نقول هو الأول، نعم، أو نذكر الآية كاملة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نعم.